أهلا وسهلا فيكم أعزائي المشاهدين فقرة صحتك مع بيرلا. في كتير منكم عم يتواصلوا معنا على صفحتنا بالفيسبوك صحتك مع بيرلا وعم يسألوني عن مشاكل وجع ألم الرأس أو وجع الرأس لما يكون سببه النشاف أو قلة شرب المي. هلا رح نحكي أكثر بفقرتنا عن هالموضوع ورح أعطي شو هي العوارض اللي نحن ممكن من وراها نكتشف إنه لازم نشرب أكثر مي لأنه عم بيسبب لنا هذا الأمر بألم بالرأس. للأشخاص اللي من بيناتكم ما بيحبوا يشربوا أبداً المي، بحب أقول لهم منا شغلة إنه هينة دغري نبلش نشرب كميات كافية، وبكميات كافية عم بحكي من لترين للترين ونص من السوائل، وأحسن يكون لتر ونص منها من المي اللي هي مية الشرب. إذا أنتم من الأشخاص اللي منكن معودين تشربوا كميات كافية، بلشوا زيدوا لأنه كم جرعة بالنهار، وهيك ساعتها بتصيروا تتقبلوا أكثر المي وبتصيروا عم تزيدوا الكميات، وإن شاء الله بيكون عم بخف ساعتها وجع رأسكم. أما النصيحة الثانية فهي إذا أنتم من الأشخاص اللي بيكون عم ينقصكم المي وحابين شوي تطعموها، فالفكرة هي إنه يا أما نزيد عصير الفاكهة يا أما نزيد شوي ملعقة عسل أو ناخد معها قطعة من الكعك. هيك لما نكون عم نزيد النشويات للمي جسمنا رح يسحبها بدرجة أعلى، ورح نكون بنفس الوقت عم نربح الإلكترولايتس اللي هن البوتاسيوم الصوديوم والكلورايد، رح يفوتوا كمان على جسمنا ويخففوا من هالجفاف والنشاف اللي نحن عم نحس فيه واللي دغري يترجم بتعب وبألم بالرأس. أما إذا أنتوا كمان كنتوا بالعمل أو بالمدرسة وبلش وجعكم راسكم من وراء قلة الشرب، ونحن هلأ قد ما نشرب بهالتكة مش دغري رح يخف وجع الرأس، فساعتها نسأل الطبيب إذا فينا ناخد الحبوب اللي بتخفف الألم، ومناخد حبة أو حبتين حسب ما الطبيب طلب. ساعتها مننطر أقل له 15 دقيقة لحتى تكون عم تعطي هالحبوب مفعولة، وأكيد بنشرب معها كباية كبيرة لحتى يرجع الجفاف يكون عم بخف مع مرور الوقت، وهيك بعد 15 دقيقة بخف الألم وبنفس الوقت بنكون رطبنا جسمنا وبعدنا عنه النشاف. رح أعطي هلأ مثل ليستة صغيرة عن العوارض اللي ممكن تبين لنا أنه نحن من الأشخاص اللي قلنا فترة، مش عم بحكي بنفس النهار، عم بحكي فترة على كذا كذا يوم جسمنا منشف ومنا عم ناخد كميات كافية من المياه. إذا نحن عم يجعنا ألم بالرأس مع بشرتنا بلشت تنشف، ودايماً بقلكن إياها لازم تقطعوا ضفركن على البشرة، إذا عامل زيح أبيض يعني بشرتكن ناشفة أكتر. ثالث عارض هو انه شفافنا كمان ببلشوا يقشبوا، ومنشوف بالشفاه هيك مثل تقشرات وفي الم، بنحس بوجع ببشره الشفاف كمان. كمان الاشخاص اللي عم يبكوا بحسوا انه حتى عينهم اذا عم يبكوا ما فيها دموع، وبالايام العاده بتحس انه جافه عم توجعنا، كمان هذا الشيء بيكون سببه نقص المي. كمان ما منعود كتير عملية التبول بتكون عم بتخف، وما بقى عم ينزل كتير يورين، وبيكون لون التبول أكيد لون البول كتير غامق أصفر أو حتى على أورانج أكتر على برتقالي غامق، وهذا الشيء منه صحي لأنه بتعرفوا الجفاف عند الكلاوي ممكن يؤدي كمان لمشاكل التهاب المبولة، مشاكل الكلاوي إلى آخره. أكيد كمان الفم بيكون عم بنشف، إلى جانب منصير عرضة أكتر للإمساك، والمعدة ما بتعود سهلة تظهر ومنصير عم نوجع وعم نشد، وممكن هالشي يؤدي لمشاكل البواسير المؤلمة جدا. وأخيرا أكيد كمان من عوارض الجفاف هو الدوخة، الشخص ببطل كتير حاسس حاله مرتاح، ببطل يستوعب منيح، وبيؤدي أكيد لألم بالرأس. أما إذا مع هالعوارض صرنا نحس عوارض بعد أكثر خطرة أكثر، مثلاً وجع بالمفاصل، وجع الجسم، الجلد اللي هي جداً منشفة، العيون اللي عم بلشوا يدخلوا لجوا بتحس فيه تجوف أكثر، ساعتها لازم نروح، وعطش كتير زائد ساعتها لازم نروح نشوف الطبيب حتى نكتشف ربما منا بس المشكلة بكميات المي، ولكن في شيء تاني نحن عم نعاني منه أكيد.
إلى جانب هالعوارض ممكن كمان يكون عم يتزامن مع ارتفاع حرارة الجسم، الدوخة الشوي زادة عن اللزوم، وكمان ممكن نكون عم نحس بعصبية أو برجفة. كل هالأمور مش لازم نحن نغض النظر عنها، لأنه معقول في شيء تاني غير شرب المي يكون عم يسبب لنا الجفاف بالجسم. وبدي كمان أقلكن أعزائي أنه منه بس بشرب المي نحن منكون عم نفوت المياه على جسمنا. إذا نحن منتناول فواكه، منتناول حتى اللحوم وحتى الخضار، هن كمان بيحتووا على نسبة عالية بالمي، وخصوصة لأطفالنا دايما ندخلهم السلطة، العصير إذا هن ما بحبوا كتير المي، أو حتى ننكه المي بيمكن تلج ونعنع إذا كان شوب، وإذا كان سقعة ممكن نحط لهم شوي من الفواكه. حتى في ناس بيحطوا كراشت فروتس، يعني فواكه وبدقوها شوي وبحطوها بقلب الكبايات، هيك ساعتها بتكون نكهة منا بس نكهة مي. بحب أقول كمان هون أن الأشخاص اللي بيفكروا أنه هن عم يشربوا قهوة وشاي وهن عم يشربوا هالسوائل كلها حتى يفوتوا المي، بحب أقول أنه اللي بيشرب كتير كافيين بيكون بنفس الوقت عم يرطب جسمه، ولكن بعدين عنده آثار جانبية، بالعكس بتنشف الجسم، ومش لازم نتكل على المي، عفوا على القهوة أو على الشاي لحتى نرطب جسمنا. لازم نشرب مش أكتر من فنجان لفنجانين قهوة، كمان مرة لمرتين شاي، إلى جانب المياه المعدنية اللي لازم نضلنا نشربها على مدار النهار، ما بنشربها كل لفات مرة لأنه أكيد نتخلص منها عن طريق البول. أعزائي المشاهدين، ما تخلوا جسمكم ينشف من المي. المي هي كتير مهمة لكل الخلايا، وصدقوني إذا كنا نقصنا مي هالشي رح يأثر على وظائف كذا عضو من الجسم، وهذا الشيء منه أكيد شيء هين، بالعكس لازم يكون ناخده بجدية ونتبع قد ما فينا النصايح اللي بعدنا حكين فيها. أهلا وسهلا فيكم، انطرونا بفقرات جديدة وتواصلوا معنا بصفحتنا بالفيسبوك صحتك مع بيرلا. أهلا وسهلا فيكم أعزائي المشاهدين.